التي خسرت بسببها الجزائر ملايير الدولارات من أموال الشعب الجزائري. القضية بطبيعة الحال هي معروفة، هي قضية الصحراء الغربية التي اليوم ربما حتى التسمية على الصحراء الغربية راحت. راح نتكلم على هذا الموضوع بطبيعة الحال بالتفاصيل، ليس بالعاطفة وليس بالتهجم على أي أحد، وليس لأنه ما حدث هو أمر خطير بطبيعة الحال على حدودنا، لكن للأسف أنها كانت يعني خسارة للجزائر بسببها الجنرالات. يعني أنك تخسر ملايير الدولارات في من 1975 إلى يومنا هذا في دعم ما هو اليوم ربما سيصير منظمة إرهابية. عليكم السلام خويا يوسف، مرحبا بك. فربما راح يعني تصير منظمة إرهابية، يعني البوليساريو اليوم بعد القرار الأمريكي، راح نتكلم على تفاصيل القرار الأمريكي هذا. الآن ندخل في موضوع في موضوعنا اللي هو موضوع المغرب، موضوع المغرب بالصراع المغربي الجزائري، وكيف أنه البارحة أنا كما كنت نشرت البارحة أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني بثلاث تغريدات أنهى هذه القضية التي تسمى قضية الصحراء الغربية. أنهاها، البعض يقول لك نبدأ أولا بتفكيك بعض الأقاويل وبعض الأحجيات. البعض قال لك بأنه هذا الرئيس يعني من خلاص ماهوش الرئيس، هذا تقريبا هو الرئيس السابق يعني، وأنه يوم 20 جانفي سيكون هناك رئيس آخر للولايات المتحدة الأمريكية وسيسقط هذا الأمر. لازم تعرفوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الكونغو الديمقراطية وليست الجزائر وليست يعني ليزوتو وليست الموزمبيق، مع كل احتراماتي للدول التي ذكرتها بما فيها الجزائر، وليست المغرب أيضا، لأنه احنا أنظمتنا أنظمة ما كان لا مؤسسات لا أي شيء، لا احترام الحريات لا أي شيء. لكن الولايات المتحدة الأمريكية لما يتخذ قرار من رئيس أمريكي قرار بهذا المستوى لا يتم إلغاؤه لما يأتي رئيس آخر. هما عندهم ما يسمى حتى هنا في فرنسا بلا كونتينويتي دليتا، باستمرارية الدولة. هما مش يجي رئيس آخر يسقط حتى تقدر تسميها الكلمة تاع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لما رئيس يتخذ قرار مثل هذا وقرار مرزن للولايات المتحدة الأمريكية مثلا، لو أنه الناس اللي يقولوا بأنه هذا رئيس منتهي، اليوم مساء قادر مثلا يتخذ دونالد ترامب قرار بقصف بلد ما وعنده الحق في ذلك، قادر يتخذ أي قرارات بقطع علاقات مع دول ويكون قرار ملزم للولايات المتحدة الأمريكية. لا تظنن بأنه بما أنه رئيس خلاص بالنسبة لك أو منتهي أبدا. جو بايدن اليوم يسمى في الولايات المتحدة الأمريكية بريزيدنت إلكت، يعني الرئيس المنتخب، ما عنده حتى سلطة، ما عنده حتى صلاحيات إلى يوم أنه يتم حقيقة تنصيبه كرئيس، ويعني يقسم أنه يمر القسم. هذا هو، هذه هي الحقيقة، يعني أنه اليوم يجب أن الناس كلها تدرك بأنه هذا القرار ملزم وهذا القرار لم يسقط، وأنه اتفاق مثل هذا لم يأتي بين عشية وضحاها، أنه اتفاق تم التحضير له مش لأسابيع فقط، لأشهر. يعني بأنه هذا الأمر حدث في أسبوعين أبدا. هذا اتفاق كبير واتفاق خطير على الجزائر بطبيعة الحال، عنده خطر لأنه كاين أمور متعددة في الاتفاق هذا، كاين أمور متعددة. فهذه قضية سقوط الاتفاق غير نساها. الولايات المتحدة الأمريكية، وقلت لك لو مثلا الرئيس ترامب اليوم يتخذ قرار بمثلا إعفاء سجين معين، بأنه يعفي سجين معين من محكومية، سيتم احترام هذا القرار من الإدارة التي ستليه. هذه راهي ماهيش، راهي قلت لك راك مكش في الكونغو الديمقراطية، راك في الولايات المتحدة الأمريكية، راهي دولة تاع مؤسسات، شئنا ما بينا. فالقرار هذا لازم عنده أمور، عنده سواق. كما قلت الاتفاق هذا عنده خطر على الجزائر، لأنه من المرجح جدا أنه تكون قواعد عسكرية في الصحراء الغربية، وهذا هو المشكل في الصحراء اللي اليوم انتهى خلاص.
لما الولايات المتحدة الأمريكية تفتح قنصلية في الداخل في الصحراء في إقليم الصحراء الغربية، الصحراء الغربية هذه القضية انتهت وصارت هي. احنا قلنا اللايفات اللي حبما موجودين وتكلمت فيها من قبل، لفتح الإمارات لقنصلية في العيون انهت القضية تاع الصحراوية وقضية الصحراء الغربية. هذه التغريدة تاع دونالد ترامب جاءت كترسيم فقط، جاءت كترسيم لهذا لنهاية هذه القضية. ففتح قنصلية هناك يعني انه الان ما يقدرش مثلا البوليساريو ما يقدرش يروح يدير عمليات في الصحراء الغربية، تروح دير عمليات والسفارة الأمريكية موجودة، مستحيل. فالقضية هذه انتهت ولا رجعت فيها، لكن تبعاتها راح تكون قواعد عسكرية في الصحراء الغربية، وهذا أمر لا شك ولا ريب فيه. كنت تكلمت أيضا في اللايفات السابقة أن الولايات المتحدة الأمريكية بتشوفوا باللي كل شيء مرتبط. الولايات المتحدة الأمريكية قررت هذه أمور وردت وتسريبات واردة، يعني تسريبات تقريبا مؤكدة، أنهم قرروا أنهم ينخرطوا بشكل كبير في غرب إفريقيا، وهذاك هو كان الأصل تاع الزيارة تاع مارك إسبر اللي هو وزير الدفاع السابق للمغرب، الجزائر وتونس. يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية حابة تنخرط في غرب إفريقيا وفي الساحل. لما تنخرط بطبيعة الحال لازمها قواعد عسكرية، عندها قاعدة عسكرية سرية في شمال النيجر، واللي هي القاعدة اللي كلفتها أكثر من 100 مليون دولار لبنائها، هذه القاعدة العسكرية هي في النيجر. تحتاج أيضا إلى بطبيعة الحال إلى جيوش وجيش الجزائر. بتشوفوا يعني باللي رايحين الولايات المتحدة الأمريكية مصالحها محققة في الجزائر، راح تدي الجيش الجزائري كمرتزقة، في المغرب راح تدي يعني ربما قواعد عسكرية. المغرب راح يستفيد أيضا، كان هناك كلام على قضية الاف 35، يعني أنه البيع تاع الطائرة هذه من الجيل الخامس، طائرة الشبح من الجيل الخامس اللي في البحر الأبيض المتوسط، فقط إيطاليا والكيان الإرهابي اللي عندهم هذا النوع من الطائرات. فمن الممكن جدا أنه يتم تسليم هذه الطائرات للمغرب. يعني الصفقة فيها أمور متعددة، ما فيهاش فقط يعني المسألة تاع المقايضة بين الدعم، يعني بين التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقضية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء، بمغربية الصحراء، لأن اليوم ربما حتى مصطلح الصحراء الغربية للأسف سيندثر. الآن الرد الجزائري، ما كانش ولا شخصية، ما كانش ولا مسؤول جزائري رد على ما حدث. تخيلوا، الناس راهي تكلمت عن الموضوع، الناس راهي ناقشته، الناس راهي اصدرت مواقف. تركيا في قرار غريب يعني جدا سندت قرار التطبيع، رغم انها كانت معارضه لتطبيع الامارات والبحرين. يعني باه تشوفوا ايضا اللوبيين تاع المغرب، المغرب معروفه بانها دير لوبيين كبير في كل مكان، يعني انهم قبل ما يديروا الخطوه هذه تاع التطبيع ضمنوا التغطيه والمساعده تاع دول أخرى، منهم لأن الموقف التركي في هذه المسألة مهم جدا، الموقف التركي أكيد. ف يعني باه تشوفوا أيضا وين وصلنا، أنه الإمارات اللي كانوا المقبول من وقت المقبول القيد صالح، ولما جا السعيد شنقريحة ويقول لك دولة صديقة إلى غير هذه، هي أول من طعنت الجزائر في الظهر. تركيا اللي أيضا اليوم سلمنا لها حتى معارض، يعني سلم لها النظام الجزائري معارض من جماعة فتح الله جولن، تنقلب عليك لأن الجزائر ما يتحكموش فيها مع المغرب، يديروا مفاوضات لكن مع الجزائر. وش كيف يتحكموا في الجزائر؟ بملفات الفساد، بالملفات اللي عندهم على الرئيس المعين، بالملفات اللي عندهم على قائد الأركان، بالملفات. اليوم تركيا عندها العلبة السوداء يعني للمقبول القايد صالح، لما كان عندهم قرميط بونويرة داو منه كل المعلومات، الغالب القصير تواصل معهم حتى يعطيهم المعلومات. الإمارات اليوم كل المسؤولين الجزائريين عندهم أموالهم في الإمارات، حنا ما يحتاجوش أنهم يبيعوا ويشريوا معنا، حنا يبتزونا. الجزائر يتم ابتزازها بنظام الجنرالات. هاو علاه نقول لكم باللي نظام الجنرالات هذا راه دا الجزائر إلى كارثة كبيرة، هاو علاه رانا نقول لكم.
ولا موقف رسمي جزائري، خلاص درك حتى لو كان يخرج موقف رسمي في الوقت اللي راني نتحدث فيه، وانتهى الأمر. الناس راهي ناقشت الموضوع وخرجت المقالات وصارت الحوارات، والجزائر ما كانش موقف. الجزائر ما كانش، لماذا ما كانش موقف؟ لأن الرئيس المعين غير موجود. حنا على بالنا الرئيس المعين واجهة تاع جنرالات، عفوا، على بالنا بلي هذا الرئيس المعين راه واجهة مدنية، هذه أمر لا شك فيه. لكن لما ما يكونش عندك الرئيس المعين، كيف تقابل العالم أيضا؟ كيف حتى هذول الجنرالات راح يقابلوا العالم؟ راح يخرج لك شنقريحة يرد، هو من الممكن يخرجه يرد. لكن هذه كوارث، اللي هما الآن راه في تخبط كبير في السلطة في الجزائر، ما كانش شكون يرد. الرئيس المعين غايب، وزير الخارجية ما يصلحش أنه يرد في مسألة مصيرية ومهمة مثل هاته يعني. وهذه الولايات المتحدة الأمريكية، ماناش دوك نتكلموا على الامارات ولا تركيا ولا دوكا، نتكلم على الولايات المتحده الامريكيه اللي جات يا اخي قال لك احنا رانا مهددين، وحنا خط السياده تاعنا خط احمر وحدودنا خط احمر. روح رد، تراش على دونالد ترامب، روح رد على الولايات المتحده الامريكيه. يا الامارات ما قدروش يردوا عليها، الامارات ولم يتم ذكرها بالاسم في قضيه فتح القنصليه، دائما يشيرون اليها فقط. ويتهجموا بطبيعة الحال، يتهجموا على المغرب، لكن بقى يتهجموا على الإمارات. أنا تهمني الجزائر يا أخي، تهمني الجزائر، تهمني الجزائر اللي منذ 1975 بسبب المقبور هو ريبومدين، بسبب بوخروبة، بسبب أكبر عميل فرنسي عرفه تاريخ الجزائر، بسبب الشخص اللي دخل كبرانات فرنسا في الجيش الجزائري، بسبب الشخص اللي اغتال من خيرة ما أنجبت الجزائر من محمد خيدر وكريم بالقاسم وغيرهم، كل الرجال تم اغتيالهم في تلك المرحلة، أو تم سجنهم أو تم تعذيبهم. فبسبب هذا الشخص خلق لنا قضية وهمية من 1975، والجزائر تصرف ملايير الدولارات من أجل قضية وهمية. اليوم بتغريدة في تويتر، بتغريدة في تويتر يجيك الرئيس الأمريكي ينهي كل هذا. أموال الجزائريين، الملايير تاع الجزائريين اللي راحت في هذه القضية، خلاص درك الناس كامل راهي متخنقة مع المغرب. كثير من الدول راهي بدات تعترف بالصحراء الغربية. اليوم تركيا، زادت تركيا، يعني اليوم عندك الولايات المتحدة الأمريكية تزيد تركيا تساند الموقف المغربي. وش بقى؟ ماذا بقي؟ واحد يقول لك الأمم المتحدة، الأمم المتحدة يبقى يغني منا 100 نسمة إذا حب، ما عندوش تأثير فيما يحدث في مثل هذه الأمور. فتح قنصلية تاع الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل في الصحراء المغربية انهى القضية. فتح الإمارات قبل هذا، فتح الإمارات لقنصلية في العيون، هذاك انهى القضية، واليوم تم ترسيمها فقط. هذا ما حدث. الجزائر الآن عندك يعني من كل الجهات راك محاصر، ما عندك حتى تأثير لا في القضية الليبية لا في الشمال مالي، وين أطلقوا أكثر من 200 مسلح هكاك دون أن يتم استشارة الجزائر. في النيجر عندك قاعدة عسكرية إماراتية، قاعدة عسكرية أمريكية. الآن في الصحراء الغربية ممكن أن تكون قاعدة عسكرية، والمغرب راح يصير. هذه أيضا قضية مهمة، هذه أيضا قضية مهمة، لأنه كان أيضا في الصفقة داخلة أيضا قضية اللي كانت هناك تسريبات كثيرة عليها، حابة تحول المغرب إلى أقوى. وإن كان انقطاع، عفوا خالتي، كان هناك انقطاع ضمن سبب الانترنت، لا ادري، بسبب التبليغات كالعاده. خالتي بارطاج ما بارطاج معكم والتفاعل مع اللايف حتى لا ينقطع، لانه المشكل تاع الذباب انه لما تتكلم في قضايا مثل هذه يعني يصير في حاله هيجان، راني قلتها في بدايه اللايف. فكما قلت انه كانت تسريبات قبل هذه القضيه تاع التطبيع انه راح تكون هناك واحد الإشكالية، هي أنه الولايات المتحدة الأمريكية حابة تحول المغرب إلى أقوى قوة عسكرية في غرب إفريقيا. هذه التسريبات، ويعني يعني تتكلمت عليها العديد من وسائل الإعلام. فيعني اليوم الجزائر خلاص كل حدودها ملغمة من كل الجهات، ما عندها حتى تأثير في القضاء، ما عندها حتى تأثير في القضايا المحيطة بها. ويجي يقول لك القوة الإقليمية
وصواريخ صواريخ اسكندر والصحون السلاح، لانه المغرب يتسلح اكثر من الولايات المتحده الامريكيه. وما تنساوش بان يوم 2 اكتوبر تم الامضاء على اتفاق عسكري بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه، وهذه هي قضيه انه راح تصير ربما المغرب اكبر قوه عسكريه في يعني في افريقيا، يعني في كل افريقيا او على الاقل في شمال افريقيا. تشوفوا